وللمزيد حول أهم ما جاء في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه يطلعنا عليه الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري. طبعا هذا الأسبوع الذي انطلق اليوم في القاهرة بحضور أممي كبير، بحضور لعدد من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين المعنيين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات الدولية ذات الصلة، والذي يتحدث عن ندرة المياه والمشاكل التي يعاني منها العالم، خصوصا مع التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض وشح المياه وما يسببه من جفاف، سواء على المستوى الأراضي الزراعية وما يحاصر الإنسانية من مخاطر بسبب هذه النقصان أو هذه المشاكل التي تحدث بسبب درجات الحرارة والتغيرات المناخية. من ضمن كلمات الحضور الذين كانوا اليوم يلقون كلماتهم السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري، والسيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. ومن ضمن ما خصه وأشار إليه أمام الوفود الأممية المشكلة التي تقع على عاتق أهلنا في غزة التي تعاني من الحصار الإسرائيلي، وتحدث عن الحصار المائي تحديدا موضوع أو مناسبة هذا الحدث، وأنه يعتبر من جرائم الحرب ضرب البنية التحتية واستهداف البنية التحتية والحصار المائي في الحرب، يعد من الجرائم التي تعد جرائم حرب، وأعرب عن استيائهم الشديد ومناشدة المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان كلية وبما فيه العدوان على الموارد المائية التي هي عصب الحياة وشريان الحياة.